يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الطواف على القبور متى يكون وسيلة للشرك ومتى يكون شركا أكبر؟ إذا قصد بطوافه بالقبور التقرب إلى الأموات فهذا شرك أكبر، لأنه عبدهم من دون الله في الطواف. أما إذا كان قصده في الطواف لوجه الله فهذا بدعة، لأن المكان ما هو محل الطواف، ولا هنا مكان يطاف به في الأرض إلا الكعبة المشرفة هي محل الطواف، لأن الله أمر بالطواف بها: وليطوفوا بالبيت العتيق طهر بيت للطائفين. فلا يطاف بشيء غير الكعبة المشرفة لأنها بيت الله عز وجل. فإذا كان قصد بالطواف التقرب إلى الميت فهذا شرك أكبر، إذا كان قصده بالطواف عند القبر التقرب إلى الله لا إلى الميت، ولكن يظن أن الطواف بالقبر مشروع فهذا بدعة. نعم، وسيلة من وسائل الشرك. نعم.